الرزاق العبادي مدير المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بفاس جامعه سيدي محمد بن عبد الله. هذه الندوه تدخل في اطار الانشطه العلميه التي تنظمها مؤسستنا، وذلك تماشيا مع استراتيجيه تطوير وتنميه البحث العلمي بالجامعه. هذه الندوه سوف تحاول ان تجيب على مجموعه من الاشكاليات تتعلق بالماليه وكذلك تتعلق بالتكنولوجيات الحديثه ودورها في التنميه الاقتصاديه، بحيث ان هناك مجموعه من الخبراء اتوا من الهند واتوا من روسيا واتوا من افريقيا جنوب الصحراء، وكذلك خبراء مغاربه نكبوا على هذه الاشكاليات، وسيحاولون في اطار تبادل الخبرات وتبادل الافكار ان يجيبوا على هذه الاشكاليات وعلى هذه الاسئله التي تطرح حاليا بحده. والمؤسسه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير هي في طور احداث مختبر وفريق بحثي يعنى بهذه الاشكاليات، بحيث يؤطر مجموعه من الاساتذه يؤطرون مجموعه من الطلبه حول هذه الاشكاليات، وحضورهم اليوم كان له الدور من اجل الاجابه على هذه الاسئله. وشكرا. ان اشكاليه التنميه والاقتصاد هي كونيه ولا ترتبط بجغرافيه ولا بالتاريخ. تماما، لان المساله ديال التمويل، مساله الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثه هي الان تفرض نفسها على المستوى العالمي، ولذلك نحن سوف نحاول ان نجيب عن هذه الاشكاليات من منظورنا ومنظور البحث العلمي، وكذلك باخذ بعين الاعتبار الاكراهات الوطنيه والاكراهات الجهويه، وفي اطار انفتاح الخبرات الاخرى لكي نطور اقتصادنا ونطور مقاولاتنا. العفو، شكرا.